قام مواطنون من مدينة بن قردان جنوب تونس مساء الأحد بطرد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وطلبوا منه الرحيل عن مدينتهم. وتجمع الغاضبون أمام الملعب البلدي في المدينة من أجل منع راشد الغنوشي من الدخول وإلقاء خطاب أمام أنصاره، واصفين زعيم حركة النهضة بالإرهابي والمجرم، كما رفعوا شعارات تتهم النهضة بدعم الإرهاب وطلبوا منه العودة إلى لندن والرحيل من الحكم.